كلام السيد رئيس الجمهورية اليوم في افتتاح عدد كبير جدا من المشروعات في مدينة بدر له دلالته. كلام مهم جدا، ربما الرئيس لم يلقي خطبة كالعادة كما يحدث في لقاءات متعددة، ولكن النهاردة واحنا بنتابع معاه المشروعات اللي عملاها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللي عملاها وزارة الإسكان واللي عملاها وزارة النقل، شيء يدعو للفخر ويحسسنا أننا كمصريين نتقدم إلى الأمام. وكلام الرئيس وأظنكم تابعتوه على الإسكان الاجتماعي والمناطق، سواء المناطق العشوائية الأكثر خطرا أو سواء عزب الصفيح اللي عرضها السيد وزير الإسكان وكان منظرها مفجع الحقيقة للكثيرين، وكان كلام الرئيس واضح. اطمنوا، احنا مش هنسيب حد قدم على شقة مش هياخدها. محطوط في الخطة حوالي 800,000 شقة الرئيس عايزها تخلص في ظرف سنتين. ناهيك عن مشروعات الطرق ومشروعات أنفاق وأشياء خاصة بالنقل والسكة الحديد. الحقيقة ده جانب من جوانب متعددة من 9 مشروعات قومية كبرى تحدث عنها الرئيس في الفرفرة. الشعور اللي انتبنا جميعا النهاردة واحنا في مدينة بدر أن الرئيس يعرف كل كبيرة وصغيرة، وأن قلبه على الفقراء، وأنه يدرك تماما تفاصيل التفاصيل في المشاكل والأزمات. وشفناه وهو بيناقش المسؤولين الثلاثة في أمور محددة. لما يسأل اللي هو كامل الوزير يقول له الطريق الفلاني ما تمش ليه في الميعاد، ايه اللي حصل؟ التسعين كيلو دول اللي عايزين مبلغ كذا ليه؟ لازم تراجعوا نفسكم. والرئيس مشكل لجنة الرقابة الإدارية، الكلية الفنية العسكرية، الهيئة الهندسية تتابع وتدقق في كل مشروع وفي الأموال التي صرفت عليه قبل أن يتم استلامه. كلام مهم جدا يصدر من رئيس الدولة